ما بتعملش معهم خالص. انا تنكا. ايوه اتخنت من راجل بقاء لله. هاخد مين من اصحابي؟ احنا كلنا هنموت. اه طبعا مامتي كانت برج رخ. بس هقولك عشان انا عارفه الابراج، هو برج رخ ومن جواه ظاهريا هو صلب. هو صلب على مامتي، فهو ما بيحبش يبين ضعفه، لكن هو ضعيف جدا على فكره. يعني هو طيب، الحته الوحيده العيب اللي فيه هياخد حقه ولو بعد حين. الخيانه، ما انا بشر كتير. لا اساله هو بقى. ما انا قلت لك الموضوع مش في الست، الموضوع في تكوين ولا في الخاين. هما ده بيبقى طبع. يعني هو مش العيب على فكره، حد تاني ممكن برضو يتخين بعدين، هو بيبقى طبع. وعلى فكره هما بيعتبروا الخيانه انتصار. مين قال لك ان انا هرضى بالخناقه دي اصلا؟ عرب جي عارف اللف حبيبي العقارب ما بتخنقش معاهم، ده لازم تجيب. لا انا دي اتخانق مع عقارب دي ما مش هتنتصر فيه. انا هاخد مين من اصحابي؟ احنا كلنا هنموت. اه اكيد في ندمان على حاجات ما عملتهاش. هو حاجه واحده بس بصراحه، او حاجتين، ما هي اعمال الناس ثانيه عملتها. بس هقول لك اسمين لمخرجين، استاذ داوود عبد السيد واستاذ محمد. الكلام ده على مسلسل واحد، يعني كان ستات قدر سابقا، قلتها يعني، لان مش عشان حاجه، لان كان الـ 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 الكتابه كانت في حاجه والتنفيذ كان في حاجه ثانيه. الصوت العالي، ما بحبش الصوت العالي والنور العالي، مع ان شغلنا كله في نور عالي. حب الناس، ان انا تنكا، ما هو ده اللي بقوله لك، ان اول اللي انا قلته ان حلقه رامز خلت الناس تشوفني. لان الناس حكت، مش انا بنت بلد جدا، بس ده مش باين على الشاشه. عشان المسلسلات اللي ابتديتها في الاول كانت كلها كده بخطف الرجال. طب انا اخطفك دلوقتي. يا ريت. انت مش قلقان ولا ايه؟ هخطفك. السفر. اجيب عربيه جديد، انا عايزه اجيب عربيه، عايزه اغير العربيه، بس قالوا لي استني بقى العربيات غليت قوي. فبقى تخيل بقى. اتصرف بقى. ايوه اتخنت من راجل. ايه وكل فخر. ندم يا سيدي، ما هو بيندموا، يا ريت ما بيندموش، ما هو بيندموا بس ما يهمنيش بقى خلاص. ما لا انا قطيعه البقاء لله. أزمة ثقة، هو بيتكلم على أزمة الثقة ما بين ناس ادوا لبعض ثقة كبيرة جدا واتخذلوا، وكلهم يعني هي علاقات رايحة جاية، يعني هم كل الأفراد كانت بتثق في بعض وكل الأفراد حصل لها أزمة ثقة من بعض. حد خذلك ونصب عليك، يوه ده احنا كلنا اتنصب علينا. اتنصب علينا كتير قوي، انت بتهرج. اكيد ما بتعملش معاهم خالص. لما بعرف انهم عقرب انا مالي انا، ولا لازم اتلدعم من العقرب؟ يعني انا بعرف انهم عقارب ببعد عنهم، بيقعدوا لي هم ما بيموتوش. هموتهم ازاي؟ وبعدين عشان اموته يموتني، ندخل ليه في الحوار؟ السلام عليكم، سيب البيت اصلا، في عقرب باي باي.